انطلاقا من جهود الحكومة لتنشيط السياحة، كشفت وزارة الآثار عن خطة عمل جديدة خلال الفترة المقبلة لتطوير المناطق الأثرية، وتتضمن الخطة مشروعات قومية أثرية سياحية، أهمها مشروع المتحف المصري الكبير بمنطقة صحراء الأهرامات وتطوير منطقة الأهرامات الأثرية. وتشمل خطة تطوير الأهرامات البنية التحتية والبشرية وإعادة تأهيل المنطقة بوصفها الأهم في الجذب الأثري والسياحية، ولتطوير المناطق الأثرية وجه مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارتي الآثار والسياحة، بجانب الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة العالمية في مشروع تطوير منطقة الأهرامات وإقامة مناطق ترفيهية بها بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه. وتؤكد وزارة الآثار أن الانتهاء من تطوير المتاحف ومنطقة الأهرامات سيؤدي لتنشيط الحركة السياحية وزيادة العائد المادي من تحصيل الرسوم من زائري تلك المناطق، كما ساهم إحباط محاولات تهريب الآثار خلال الفترة الأخيرة في إنعاش السياحة الثقافية خاصة في محافظتي الأقصر وأسوان. وفي هذا الإطار أكد الخبراء أن افتتاح متحف الصيد بقصر محمد علي بالمنيل سيسهم في تحسين الصورة الذهنية عن مصر وإعادة تأهيل عدد من المتاحف المصرية، بما يعمل على تنشيط حركة السياحة الوافدة وتفعيل دور المتحف كمؤسسة تعليمية وثقافية. وتؤكد وزارة الآثار أن خطة تنمية مواردها تسير جنبا إلى جنب مع خطة الدولة وعزمها لاستعادة الحركة السياحية إلى سابق عهدها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي. إذن هناك جهود تبذل على أرض الواقع من جانب وزارة الآثار وأيضا من جانب وزارة السياحة لتنشيط الحركة السياحية وإعادتها إلى طبيعتها في المرحلة المقبلة. هناك يعني إعادة هيكلة للمناطق السياحية وتطوير هذه المناطق لجذب السياح، تذليل العقبات أمام السياح. يعني هناك شاهدنا في الفترة الماضية يعني بعض المتاحف التي تم ترميمها بالفعل وإعادة إطلاقها بشكل يعني كبير وبشكل علمي وبشكل جذاب وبشكل يعني ممتع في الحقيقة. أيضا هناك ما زالت هناك بعض المناطق الأثرية الأخرى التي يجرى العمل فيها على أمل افتتاحها في المرحلة المقبلة. أيضا كل هذه الجهود بتنصب في النهاية لتنشيط الحركة السياحية. نشهد في الحقيقة انفراجة في هذا الملف تحديدا، لكن ليس بالمستوى المطلوب، لكن الجهود ما زالت مستمرة أيضا، وهناك تواصل، هناك حملات تنشيطية من أجل تحقيق هذا الهدف وزيادة معدلات السائحين الزائرين إلى مصر. كيف نقيم هذه الجهود؟ ما هو المطلوب أيضا في المرحلة المقبلة حتى نستطيع أن نصل إلى المعدل المرجو من الزيارات أو زيارات السائحين إلى مصر والاستمتاع بالأجواء الحقيقة الممتعة داخل الأراضي المصرية في مختلف المحافظات في الحقيقة؟ يسعدنا أن يكون معي في هذه الفقرة المستشار سامح سعد، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة ومستشار وزير السياحة السابق. برحب بحضرتك فندم. صباح الخير. يعني احنا لو قيمنا الجهود التي بتجرى على أرض الواقع لتطوير الأماكن السياحية بالفعل لتنشيط الحركة السياحية وجذب السياح من منظور مختلف بقى هذه المرة. هو بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين نقول دايما أن وزارة الآثار ليها شغل معين، ووزارة السياحة هنا ممثلة في هيئة تنشيط سياحة ليها شغل تاني. لما الاثنين بيتكاتفوا بيطلع بنتائج طيبه. لو انا ابتديت بوزاره الاثار مع الوزير خالد العناني، حقيقه عملوا تسهيلات في الدخول للاماكن السياحيه، ده يقدر يساعد شركات السياحه ويساعد الافراد المتخصصين، بمعنى عمل تذكره شهريه، عمل تخفيضات، عمل امور واقعيه بتقدر تسهل موضوع ان السواح يوصلوا للاماكن السياحيه خصوصا في الاقصر. في خلال أشهر قليلة قوي هيتم افتتاح المتحف المصري الكبير. قوة المتحف المصري الكبير طبعا إن هو اللي هو موجود في الهرم، قوته إن هو يضم مجموعة أكبر من الآثار بطريقة أرض أفضل من المتحف المصري القديم، ولكن القوة الثانية إن في دول كتير أوروبية واليابان ساهموا في إنشاؤه وتطويره. معنى كده هيكون محضر جذب للدول دي، وبالتالي ده يكون جذب غير مباشر للسياحة بالنسبة لمصر. الحقيقة لو احنا هنتكلم عن سياحة الآثار دي اللي كانت منسية شوية من 2011، معالي الوزير محمد بدر محافظ الأقصر كون لجنة تسويق واتفقوا على فعاليات معينة بالتعاون مع هيئة تنشيط سياحة، لكن هم اللي يقودوا المسيرة، لأن هو جحا يعني كل واحد أولى أضرب بشعابه بالظبط كده. فتعمل مهرجان البالون ده كان كام شهر وكان يعني ليه صدى كويس،
مهرجان السينما الأفريقية، وبقاله سنين طويلة بيتعمل. السنة دي هيكون بشكل مختلف، هيتم دعوة نجوم فرنسيين، فدي كلها حاجات معينة بتوجه النظر إلى هذه الأماكن وبتبتدي نرجع تاني نفكر فيها. هيئة تنشيط السياحة بتقوم بفعاليات كتير، عمل دلوقتي ريستراكشرنج، غير المكاتب، بيغير شوية في طريقة التوزيع. طبعا هي كويس، بس لو كانت أسرع شوية هيكون الأثر أسرع شوية. المشكلة معانا أن 2016 عدد السواح اللي جم أقل 4 مليون عن 2015، فبالتالي في 2017 محتاجين نعمل مجهود كبير جدا عشان أعوض كمان الأربعة مليون الكمية. المجهود ده بيكون في محاور كتير، سياحة شاطئية، جمعية مستثمرين البحر الأحمر، حقيقة بيقوموا بمجهود رائع وبيطلعوا زيارات وبيطلعوا يعني بيحركوا الدنيا. تم اجتماع مستثمرين البحر الأحمر وجنوب سيناء. يعني خلينا نتفق على حاجة، السياحة عشان تيجي مش هيشغلها غير أبناء قطاع. الحكومة بتساعد، الحكومة بتدعم، بس مش هتقدر تعمل كل حاجة. ففي يعني حاجات إيجابية تم اتخاذها. تمام. طيب احنا ده بيخلينا ننطلق الى يعني انواع السياحه. يعني احنا لو بنتكلم عن السياحه الاثريه، عندنا السياحه الشاطئيه، عندنا السياحه البيئيه، عندنا السياحه العلاجيه. يعني احنا عندنا كل حاجه يعني ننوع ونسوي الاثنين. ايه يعني تمام. لو حضرتك بتتكلم عن السياحه العلاجيه، السياحه العلاجيه هنا عده انواع، منها اللي هي العلاج فيروس سي، وحصل ان هو دعي نجم كوره عالمي الاسبوع اللي فات. الفكرة إن الدواء فيروس سي في مصر ثمنه أرخص بكتير من دول أخرى في العالم، فبتقوم الدعوة للمرضى في دول أوروبا أو دول مختلفة إن هو يجي هنا يتعالج، وبنفس القيمة دي هياخد كمان رحلة سياحية أرخص من بلده. فده بالتالي ده نوع من السياحة ممكن يروج لأعداد كتيرة جدا، خصوصا إن العلاج بفيروس سي مش محتاج واحد يقعد في مستشفى ولا سرير، هو بياخد قرصين الصبح، طبعا في تحاليل وحاجات، بس في الاول هو كل يوم الصبح قرصين، فمش محتاج يعني الخدمه الطبيه العاليه جدا عشان يتنفس. عندنا سياحه تانية بنسميها علاجيه، اللي هي العلاج في المستشفيات، ودي قائمه مع بلاد عربيه كتير، يعني اليمن وليبيا ودول في افريقيا. فده انواع مهمه جدا احنا مش شايفينها، لكن هي بتعمل معانا يعني نتيجه كويسه. طب لو اتكلمنا عن العقبات بقى اللي بتواجهنا، يعني احنا دلوقتي في جهود بتبذل على ارض الواقع، سواء من هيئه تنشيط السياحه، من وزاره الاثار، حملات ترويجيه للمناطق السياحيه الموجوده في مصر، ايه اللي مطلوب كمان في المرحله المقبله؟ ايه اللي ناقص في المنظومه؟ المشكله الاولى والاخيره ان الصوره الذهنيه بره مصر عن مصر مش الوضع الحقيقي، بمعنى في صوره ذهنيه سيئه عننا. احنا ما عندناش اي مشاكل ممكن بره يكونوا شايفينها موجوده. فاحنا العقبه الاولى والاخيره ان احنا محتاجين نغير الصوره الذهنيه السيئه اللي موجوده في اوروبا وموجوده في البلاد الثانيه عشان السياحه تيجي. لو اتغيرت الصوره دي صدقني مش محتاجين دعايه، خلاص هي الناس عارفه مصر. الناس يعني حتى لاعب الكره لما سالوا احد المذيعين المشهورين، شفت الهرم، تسمع الهرم فين؟ قال له خدته في المدرسه. الراجل ده في الارجنتين. فالعالم كله عارف ان احنا عندنا اثار وعارف كل حاجه. انا محتاج افكره بس بالحاجات الايجابيه اللي موجوده عندي، زي افتتاح المتحف، متحف الحضاره، تطوير المناطق الاثريه زي ما شفنا من دقيقتين. انا محتاج باستمرار اديله اخبار ايجابيه عشان مصر تبقى على باله. تمام. طب يعني ده فكره اللي هي الحملات الترويجيه كمان في الخارج، زي ما احنا شفنا مثلا مع تعاقد مع لاعب كره قدم مشهور علشان بيروج للوضع السياحي في مصر، زي احنا نستغل هذه الامور ايضا وهذه الاحداث للوصول للعالم الخارجي، الا نخاطب بالذات فقط داخل مصر وننسى الخارج وان نقوم بحملات تنشيطيه. هل هذا الامر موضوع في الاعتبار؟ هل نقوم بالفعل بالوجه الاكمل ولا برضه في بعض اشكال؟ هو مش بالوجه الاكمل كويس، هو موجود. موجود، ولكن اذا كنت انا جبت لاعب زي ده ما بكتفيش بس ان احنا كام جورنال كتب الانترنت وناخد حزمه قد كده والعالم كتبت، انا مش شفتوش في التلفزيونات اللي ورا. بمعنى تاني ما شفناهوش في التلفزيونات الاوروبيه والتلفزيونات العالميه، وبالتالي للاسف الشديد صرفنا مبلغ ضخم جدا على هذه الزياره، لكن ما خدتش انت الفايده المطلوبه منها او كما ينبغي، او ما سويتهاش بالشكل الكويس في الخارج، او يعني نقول ان حد تاني بلد تانية لو عندها ربع الفرصه دي كانت هتستفيد منها اكتر بكتير قوي ما احنا استفدنا اكتر بكتير من الاثنين. طيب اللي هي فكره بقى اللي هي التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات، يعني احنا عندنا دلوقتي
كذا يعني كذا وزاره مرتبطه بملف السياحه تحديدا، يمكن وزاره الخارجيه، عندنا الاثار، عندنا السياحه وغير ذلك من الوزارات. شفنا كمان مؤخرا اللي هي قصه التاشيرات، وكان في بعض الجدل حول الموضوع من 25 جنيه و60 جنيه، البعض 60 دولار اسف، فالبعض كان بيطالب اللي هي فكره اللي هي الوقت المهله اللي احنا مثلا خدنا القرار، طب احنا متاخرين ليه ما حددناش، لان الناس تعاقدت بالفعل على هذا. هو اول حركيه كانت هي المشكله دي حصلت ان شركات السياحه عرفت بالصدفه، وزاره السياحه بالصدفه يوم الخميس اللي فات كويس، وبالتالي احنا بنتكلم على 22 فبراير من اول مارس، يعني بنتكلم خمس ست ايام. دي كانت هتبقى كارثه. ليه؟ لان الشركات كتير جدا تعاقدت مع شركات بره، والناس دي على وصول وخدوا الفلوس. معنى كده ان شركه السياحه المصريه هتتحمل الفرق من 25 ل 60 دولار نمره واحد. نمره اثنين، انت بتفقد المصداقيه قدام العالم الخارجي، لانك فجاه قلت هغير رسوم التاشيرات. منين انت بتقول انا عايز سياحه؟ منين انت بتقول احنا ماشيين عارفين احنا بنعمل ايه، وتاني يوم الصبح تقول يعني كان رد الفعل حقيقي سلبي جدا من منظمي الرحلات اللي بره. كون انك ترفعها من 25 ل 60 ده زياده يعني بتعتبر 120-130%، ده برضو يعني عامل من العوامل المؤثره ان هو انت بتشوه الصوره المصريه تاني. الطبيعي ان انا لما برفع تاشيره بيكون من الموسم ده للموسم الجاي، احنا عندنا موسمين بصفة عامة، مايو واكتوبر. كان المفروض اقول على اكتوبر، خلاص يبقى كده منظمي الرحلات حطوا في التسعير بتاعهم، وادى الناس بفترة طويلة ان هيحصل تغيير معين. هي اتعملت على 1/7 ماشي، بس هو يعني بكلم اصول مفروض على 1 اكتوبر. ما اقدرش اقول من 25 ل 60، خصوصا ايه؟ مين اللي بينافسني في الصيف؟ بينافسني دور البحر الابيض. طبعا اوروبا ما بتحتاجش تاشيره، يعني بالنسبه للاوروبيين 72% من السياحه بتاعتي بتجيلي من اوروبا. مظبوط كده؟ ففي الصيف اللي بينافسني دول البحر الابيض، احنا بنتكلم هنا في المغرب، بنتكلم في تونس كدول سياحيه كبيره قوي، بنتكلم في تركيا. الثلاثه دول شال التاشيره. تونس والمغرب للاوروبيين ما بياخدش تاشيره، لبلاد اخرى يعني بارقام ضعيفه، تركيا برضو الا بلد او اثنين او ثلاثه بس في اوروبا اللي بيدفع 20 دولار. فانا النهارده رفعت التاشيره بتاعتي في وقت ان التانيين خفضوا في التاشيره، نفسيا بالنسبه للسائح ما بيبقاش مبسوط. يعني لو عايز يجي حقيقي المبلغ ده بيفرق معاه، اصل حضرتك هو مش سائح، هو بيبقى راجل ومراته وولدين او بنت، يعني اربعه. اربعه في الرقم ده بيدي اجمالي في الاخر. صحيح احنا احيان كتير لازم نبص لها كتكلفه الباكج، تكلفه الرحله بالكامل كام، لكن ذهنيا بيفرق مع الناس. مش بقول حاجه، ايه احنا كان ممكن ناخدها على مراحل تدريجيا 35 او 40 دولار، هم شالوا الفيزا صحيح، بس يعني انا باخدها تدريجيا. وبس في حته مهمه جدا لازم نقولها، احنا اللي محتاجين سياحه. بمعنى تاني، لما كل واحد يقول ايه، طب ما انا لما باخد الشنجن بدفع 110 دولار 120، كل ده كويس قوي. اوروبا بتقول انا مش عايزكم، فانا بحط السعر اللي انا عايزه. احنا بنقول احنا عاوزينهم لان اقتصاديا كلنا بنستفيد. تمام، طيب احنا عايزينهم، احنا لو جينا قيمنا احنا عايزينهم في القصه اللي هي الجهود اللي بتبذل كمان لاعاده الحركه السياحيه مره اخرى. احنا شفنا كمان في المانيا بعض الدول اللي رفعت الحظر اللي هي موجوده على حركه الطيران اللي موجود داخل مصر. ايضا يعني تقييمك لهذا الموضوع، وما هو المطلوب ايضا للتواصل مع الدول التي لم ترفع الحظر حتى الان، ايضا ماذا عن ملف روسيا وعوده السياحه الروسيه الى مصر؟ انت شايف الموضوع ده ماشي في الاخر كده؟ هو عشان طيب دايما بيطول معانا. روسيا عنده مشكله اقتصاديه في البلد نفسها، انخفاض العمله قدام الروبل. كان ب 30، كان الروبل، كان الدولار ب 30 روبل، دلوقتي بيوصل ل 60، اول امبارح كان 58، بس فيها وصل ل 80، زي ما حصل معانا احنا بالظبط نفس القصه. فالقياده السياسيه في الدوله دي مش عاوز حد يخرج بره عشان ما يصرفش العمله. المقصد الاول للروس تركيا، اخذت 4 مليون سائح، كان بعدها على طول بيجي مصر، كنا بناخد 3 مليون سائح. ما يقدرش يقول للناس ما تسافروش، لان هو كاوروبا وكديمقراطيه مش هينفع. فاتخذ ذريعه موضوع الطياره، ان هو بيقول لا وما ينفعش، وكل يوم بنطلع بحجه جديده. مطاراتنا مش بالسوء اللي هم بيقولوا عليه، لان حضرتك بيجي لك يابانيين، امريكان، المان، اوروبيين، جنسيات كتير، هو يخاف على المواطن بتاعه قوي، فهو لو عارف ان في مشكله مش هيبعت. فروسيا هو بيلعب معانا زي ما بنقول كده، هو اتفخل ليه على جنب، ومش هينفع كل يوم نقول خلاص دول جايين الاسبوع الجاي، مش هيشتغل. طيب. الدول الثانيه، انجلترا هو عامل عليك حظر بس على شرم الشيخ، لكن هو مش عامل على الاقصر والغردقه ولا مرسى علم.
فأنا محتاج أخلق طلب هناك عشان يضغط على الحكومة بتاعته يبتدي يفتح السك، زائد الجهود الدبلوماسية طبعا. تمام، يعني الجهود الدبلوماسيه اللي هي موجوده بره، واحنا عندنا كمان هيئه العمل للسلامات اللي احنا موجوده، لنا مكاتب موجوده. طب ليه احنا ما بنستغلش بص حضرتك، هو احنا لتصحيح الصوره اللي احنا بنتكلم عليها، اللي احنا لا احنا الصوره مغلوطه يا جماعه اللي موجوده. احنا كل ما بنلوم في كل حاجه المكاتب الخارجيه بتاعت هيئه تنشيط سياحه، هو دوره محدود. هو بيتتصل بمنظمين الرحلات والكتاب السياحيين، والدور الحقيقي للاعلام مكاتب هيئه الاستعلامات. احيان كتير في دول كتير ما بيبقالهاش دور فعال او مقروء او مسموع، بس ده وزاره ثانيه مش احنا. لو حصل دوت وحصل ان انت بتدعو الصحفيين المؤثرين في البلاد ديت وبتتفق معاه ان انت بتفرجه على الانجازات اللي موجوده في ارض مصر، مش هفرجه الهرم ولا هفرجه ابو الهول، انا هفرجه على العاصمه الاداريه الجديده، على كل ما يتم، وبالتالي نقدر نغير الصوره السيئه ان البلد دي فيها انجازات، فيها ديمقراطيه، فيها ناس بتنتج، وبالتالي احنا كويسين. تمام، يعني انا طبعا بشكرك سياده المستشار سامح سعد، عضو الجمعيه العموميه بغرفه شركات السياحه ومستشار وزير السياحه السابق، على هذه الرؤيه وهذا التوقيت تحت امرك. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معاكم لنهايه فقرات هذا الصباح، على امل ان يتجدد اللقاء ان شاء الله في الايام القادمه وموضوعات جديده ومتجدده. دمتم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء.